اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الصحه والجمال وحلقه جديده من برنامجكم سوق الجمال. في حلقه اليوم هنتكلم عن احدث الاجهزه المستخدمه في التخسيس الموضعي. سؤال حلقه اليوم هو كيف تنظم وجباتك اليوميه؟ مستنيين اسئلتكم واستفساراتكم من خلال الارقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشه. معنا ومعكم الدكتور محمد ابو السعود استشاري العلاج الطبيعي والسمنه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. في البدايه دكتور عاوزين نعرف ايه هي الاجهزه الحديثه المستخدمه في التخسيس الموضعي بشكل عام، وهناخدها كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو احدث الاجهزه الموضعيه للتخسيس طبعا هي اشهر حاجه الكافيتيشن، ودي اقوى حاجه. هنتكلم عن كل جهاز واحده واحده. في قدامنا الكافيتيشن، راديو فريكوانسي، تمام. في ممكن اجهزه الفاكيوم، في كومبريشن، في حاجات كتير، بس طبعا اقواها الكافيتيشن، لان هو بيساعد في اذابه الدهون الموضعيه. تمام. طب ايه هو بقى الكافيتيشن يا دكتور؟ عاوزين بقى نتكلم عنه. الكافيتيشن عباره عن موجات صوتيه، موجات فوق صوتيه عاليه التردد، بتشتغل ان هي بتفكك الدهون موضعيا في المنطقه المراد تخسيسها. تمام. وطبعا احنا بنلجأ للتقنيه ديت لما يكون في مناطق معينه مع الرجيم مش راضيه تنزل كويس، وبيكون في عيب في الشكل او تناسق الجسم. وده ميزته ان هو عميق، يعني بيكون عميق وبيجيب نتيجة فورية في ساعة الجلسة على طول. يعني مجرد ان هي تعمل الجلسة بعدها بتلاقي نتيجة على طول. تمام. يعني مثلا اللي عندهم سمنة زيادة، اوزانهم تقيلة، الكافيتيشن حل للاوزان دي؟ لا، هو الكافيتيشن مفيد في تحسين السمنة الموضعية. تمام. وكشكل مناطق مثلا، مناطق يعني. تمام. مثلا ممكن يكون الجسم كله زايد، بس في مثلا منطقة البطن زايدة جدا نتيجة مثلا بعد الولادة، نتيجة أي مشكلة ما، ففيها تراكم كثيف جدا للدهون. فممكن تعمل دايت أسبوع، اتنين، تلاتة، شهر، وتنزل وزن، ولكن المنطقة المراد تخسيسها ديت أو اللي هي أصلا عايزة تخس عشانها مش بتخس كويس. فهي لازم تلجأ في المرحلة دي لتخسيس موضعي عشان تحقق الهدف اللي هي عايزاه. في طبعا أجهزة كافيتيشن كتير. في نقطة بس أنا عايز أكد عليها، دي نقطة مهمة جدا. طبعا. إن الكافيتيشن دوت، في طبعا يعني الصين بقى دخلت في كل حاجة، ففي أجهزة صيني كتير قوي كافيتيشن. ممكن مثلا حالة تعمل جلسة وبعدين تقيس بعدها على طول، تلاقي نفسها خسة، تيجي تقيس تاني يوم تلاقي اللي خسيته ده راح، يعني جه تاني. دي بتكون أجهزة مش طبعا مش متقدمة ومش أصلية، مش أصلية. التقنية فيها منخفضة جدا. دي بتكون فكرتها إن هي مش بتكسر الدهون أو بتدوب الدهون دي، بس يعني الموجات دي بتفضي المحتوى المائي من المكان. فبمجرد إن هي تخش، يعني ممكن مثلا حد يقول لها إيه، أعمل لك جلسة تقيس المقاس، وبعدين بعد الجلسة على طول يقيس لها، تلاقي مثلا خاسة 3-4 سنتي، تاني يوم ما تلاقيش ال 3-4 سنتي دول. تمام. دي بتكون ايه التفسير العلمي للموضوع ده؟ ان بيكون الموجات قللت المحتوى المائي في المنطقة دي. احنا عندنا هنا فيديو عن الكافيتيشن بيشرح طريقة عمله بالظبط. ده طبعا موجات الكافيتيشن عميقة بتأثر على المحتوى الدهني فقط. ده الجلد طبعا تحتيه الخلايا الدهنية. موجات صوتية بتسبب ميكانيكال ديسربشن للفات سيل ممبرين، يعني هنلاقي اهتزازات شديده جدا في الخلايا الدهنيه وما بتاثرش على اي انسجه اخرى. طبعا الاهتزازات العنيفه دي في الخلايا الدهنيه بتسبب ان الغشاء بينفجر، وان بيحصل تحلل وتفتيت واذابه للدهون الموضعيه. تمام. فده طبعا لو الجهاز اصلي او الجهاز نظيف بيجيب نتيجه فوريه، وبتكون النتيجه اذابه للدهون. زي ما احنا شايفين كده الجهاز فتت الدهون. في طبعا زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه، ممكن الجهاز يزيل المحتوى المائي من المكان. فهي تعمل الجلسه تلاقيها خست، تاني يوم ما تلاقيش. فانا شخصيا بفضل ان هي ايه، يعني انا بقيس مثلا اول جلسه وبقيس في نهايه الكورس خالص، مش تاني يوم، يعني عشان تكون النتيجه دي ثابته ودائمه. يعني احنا لو قسنا النهارده قبل الجلسة وبعد الجلسة مثلا خست 2 سنتي، ممكن لو قست بعد الجلسة بيومين تلاقي النتيجة 3 سنتي بتتحسن، لأن الجسم دورة التمثيل الغذائي في الجسم بتقعد أسبوع. فالجسم بيقعد الأسبوع ده يتخلص من الدهون اللي اتكسرت في الكافيتيشن. بعكس طبعا الأجهزة اللي هي مش أصلي، بتلاقي النتيجة بتقل مع الوقت،
لا، مع الاجهزه النظيفه او الموجات القويه بتلاقي النتيجه كل يوم بتتحسن. يعني بعد الجلسه النهارده لقيت 2 سم، بعد بكره ممكن تلاقي 3 سم، مش تمام. تلاقيها قلت. ودي نقطه مهمه جدا. طيب الكافيتيشن دي سلبياتها شيء؟ لا، ملوش اي سلبيات خالص. الكافيتيشن امن وبيشتغل على منطقه الدهون فقط، تمام، يعني مش بيأثر على اي انسجه اخرى غير الدهون. وبيسبب طبعا في تحسين او تحسن السمنه الموضعيه زي ما احنا شايفين كده. لما الدهون راحت طبعا الحجم او المقاسات بتقل في ساعتها. ونلاقي بقى ان الكافيتيشن بيفيد اكتر في اذابه الدهون مش في علاج السليوليت. لان علاج السليوليت بيكون في طبقه الدهون العلويه مش عميقه، زي ما احنا شفنا في الفيديو الموجات بتاعت الكافيتيشن بتكون عميقه. فبتاثر في اذابه الدهون العميقه، ملهاش دعوه بالطبقه السطحيه. الطبقه السطحيه دي هي المسؤوله عن تكون السليوليت. تمام. طب نتكلم عن السليوليت ولا نتكلم دلوقتي عن الراديو فريكوانسي؟ هما الاثنين مرتبطين ارتباط شديد جدا. لان الراديو فريكوانسي هو الوسيله المثلى لعلاج السليوليت، لان احنا طب هو بيعالج او بيكسر الدهون في الطبقه السطحيه. تمام. فبيحسن ظاهره السليوليت دي. طب احنا عاوزين بقى ايه نعرف السليوليت؟ ايه هو السليوليت؟ السليوليت دوت بيكون تعرجات او مطبات في مناطق معينه من الجسم، وغالبا بتكون في الارداف والفخاد. وبكون عند السيدات، يعني مبقاش عند الرجاله. وبتأدي طبعا للمنظر مش كويس، المنظر الداخلي. طبعا مش هتبان في الهدوم او منظر خارجي، ولكن هتفرق في المنظر الداخلي او الشكل الداخلي. ودي بتكون مسؤول عنها طبقه الدهون السطحيه اللي هي تحت الجلد على طول. نتيجه سوء توزيع للدهون دي، او الدهون ديت متوزعه او متراكمه بشكل عشوائي مش منظم، فبينتج عنها ظهور النتوءات او التعريجات اللي هي بتكون تحت الجلد، اللي هي منظرها طبعا سيء جدا. تمام. بتكون يعني معلومه ظريفه، هي دايما بتكون في الستات البيض مش السمر. بتكون في الهنش والفخاد. تمام. وطبعا من احسن وسائل علاجها الراديو فريكوانسي بترددات معينه. يعني الراديو فريكوانسي زي ما احنا قلنا في ترددات، فيه كتير، في ترددات مسؤوله عن شد الجلد مترهل، في ترددات بتحسن السليوليت. ففي ترددات معينه بنعملها بحيث ان هي تستهدف طبقه الدهون السطحيه اللي هي مسؤوله عن زي ما احنا شايفين الفيديو ده جميل جدا، زي ما احنا شايفين ان في تعريجات في الجلد. دي مش نتيجه الجلد، الجلد سمك واحد، ولكن في سوء توزيع للدهون تحت الفاكيوم. ده الفاكيوم بيحسن توزيع الدهون تحت الجلد، زي ما احنا شايفين كده ان طبقه الجلد ثابته، ولكن المشكله في الدهون اللي فيها سوء توزيع تحت الجلد. ده جهاز الفاكيوم اللي هنتكلم عليه دلوقتي. ده بيحسن توزيع الدهون، وده بنستخدمه بعد الراديو فريكوانسي. احنا بعد ما دوبنا الدهون بالراديو فريكوانسي او فككناها، بنستخدم بقى الجهاز اللي هو الفاكيوم اللي احنا عرضناه دلوقتي. ده بيساوي المطبات اللي موجوده دي. فبيحسن الشكل الخارجي جدا، وده بيكون اصلا مشكله كبيره وحلها صعب جدا، ومش مرتبط بالتخن. يعني ممكن تكون واحده رفيعه او تخينه وعندها سليوليت. فطبعا ده بيحسنه. وممكن هي تعمل دايت تخس 10 كيلو 20 كيلو والسليوليت ما يروحش، بل انه يزيد. فبنلجا في النقطه دي ان احنا بالراديو فريكوانسي الاول بندوب الدهون، وبعد كده بنستخدم الفاكيوم زي ما احنا عرضنا من شويه. ده بيساوي او بيساعد على تحسين منظر السليوليت دوت. تمام. طب ايه بقى يا دكتور الفرق بين الاجهزه ديت والجراحه العاديه او التقليديه؟ ايه الفرق بينهم؟ في طبعا وسائل جراحيه كتير للتخسيس. في منها وسائل طبعا كلها من العيب المشترك بينها ان هي فيها نسبه خطوره. الاجهزه ديت او الوسائل دي صفر خطوره، يعني الكافيتيشن او الراديو فريكوانسي صفر اثار جانبيه، صفر خطوره. النتيجه طبعا بتلاقيها فوريا بعدها على طول. الوسائل الجراحيه فيها طبعا وسائل جراحيه كتير. الوسائل الجراحيه ديت اول حاجه في منها وسائل مش بتحسن وزن، يعني مثلا شفط الدهون ده ممكن يفرق في مقاسات شويه، ولكن ما بيفرقش في الوزن خالص. يعني لو واحده وزنها كبير ما بيفرقش في الوزن. طبعا تدبيس المعده وتحويل المسار، دي كلها
طبعا انت بتغير في خلقة ربنا، يعني في معدة انت شلتها، فده طبعا له اثار جانبية. وخطورة العمليات دي لا تنتهي بانتهاء العملية، يعني ممكن لو حد عمل مثلا تدبيس معدة او تحويل مسار يتعرض لمضاعفات بعد انتهاء العملية بشهر واثنين وثلاثة، وفي طبعا حالات وفيات كتير جدا منها وكده. فمدام في وسيلة امنة وطبيعية بدون اللجوء لجراحة او تدخل جراحي يبقى افضل، يبقى افضل كتير وبتجيب نتيجة فورية وفي حل لكل حاجة. يعني احنا الاول كنا زمان مثلا من 10 سنين يا دكتور معانا اتصال. ايمان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. ممكن اسأل الدكتور سؤال؟ اتفضلي الدكتور معاكي. انا عايزة اسهل طريقة لعمل تخسيس. اسهل طريقه تخسيس موضع ولا الجسم كله؟ جدا وبرجع تاني. تخسيس الجسم كله عموما ولا موضعي؟ تخسيس الجسم كله استاذ ايمان ولا اماكن محدده؟ هو الاثنين، الجسم كله في اماكن محدده زي البطن مثلا بعد الحمل والولاده وكده يعني. تمام. الدكتور هيرد عليك. شكرا لاتصالك. هو احنا لازم نحدد المشكله، وبناء على تحديد المشكلة بنحدد العلاج. تمام. يعني انت ممكن تشوف مثلا في مراكز كتير تلاقي يقول اي حد يعمل جلسات، لا اللي بيعمل جلسات اللي محتاجها. الكلام ده بما يرضي الله يعني. تمام. يعني ممكن تكون واحدة مثلا محتاجة بس دايت، خلاص تعمل دايت بس وده هيجيب نتيجة كويسة. فاحنا احيانا مش كل الحالات بتعمل جلسات، يعني الاساس طبعا هو الدايت، ده اللي بيحسن الوزن. بعد كده هي بتعمل جلسات لو محتاجة. لو محتاجة طبعا لو عندها سمنة موضعية، يعني زي ما اتكلمنا من شوية ان هي مثلا عندها ترهل في البطن او بطنها كبيرة جدا. تمام. عملت دايت مرة واثنين وثلاثة. بس بترجع تاني. وبترجع تاني ومش بتخس اصلا، يعني هي الفكرة انها ممكن تعمل دايت وما تخسش. لان وده بيكون يعني من الكشف بيبان، يعني انا ممكن مثلا حالة اقول لها لا انت مثلا ما دام انت ممكن تعملي دايت وخلاص وتخسي. ممكن مثلا في حالات تانية بيبقى عندهم سمنة جامدة جدا بكثافة شديدة، الدهون دي مش هتروح بالدايت. يبقى احنا لازم نبدا من الاول تخسيس موضعي عشان تحصل على النتيجه اللي هي عايزاها. يعني هي ممكن واحده تعمل دايت اسبوع واثنين وثلاثه وما تحصلش على بطنها، ما تتشدش، الارداف ما تخسش، فتسيب الرجيم وتتخن اكتر من الاول. وطبعا في نقطه مهمه برضو عايز اقولها، موضوع الوزن المثالي. يعني في خطا شائع جدا ان هم بيقولوا ايه الوزن المثالي 100 من الطول. يعني يقول لك مثلا انت طولك 170 يبقى انت لازم يبقى وزنك نفس 70. ده مش صح. وفي دليل، يعني ممكن اضرب لك مثال سريع كده يثبت الكلام ده. احنا ممكن نشوف شخصين اثنين اخوات وتوأم ونفس الطول ونفس الوزن، الاثنين طولهم 170 وزنهم 100 كيلو، ولكن واحد فيهم رياضي وجسمه كله عضلات ومتقسم ومشدود وجميل جدا، اخوه بقى جسمه كله دهون وبطن وكرش وصدر مترهل، ومع انهم الاثنين نفس الطول ونفس الوزن، ولكن ده جسمه مشدود وجميل ورياضي وجسمه المحتوى مكونات جسمه كلها عضلات، التاني جسمه كله دهون، هل يعقل ان ده يخس زي ده؟ مين المفروض يخس اكتر؟ اللي فيه دهون اكتر. فالوزن المثالي متوقف على كميه الدهون في الجسم. او لما نتخلص من الدهون الزياده يبقى ده الوزن المثالي. ممكن حد مثلا لو جسمه كله عضلات ونسبه دهون قليله اللي هو وزنه 100 كيلو ده ممكن يخس 10 كيلو بس يبقى جسمه كويس، في 90 كيلو تشوف جسمه كويس. ممكن حد تاني اللي جسمه وزنه 100 كيلو ولكن فيه 30 كيلو دهون، فال 30 هو محتاج يخس ال 30 عشان يوصل 70. فانت لو وقفت 70 كيلو ده جنب ال 90 هتلاقيهم جسمهم زي بعض. تمام. فاحنا عايزين ناكد ان القصه مش طول، القصه هي المحتوى الدهني في الجسم. وفي طبعا اجهزه حديثه كتير بتقيس كميه الدهون في الجسم وبتحدد الدهون الزياده اللي لازم التخلص منها. طيب شكرا لك يا دكتور، بصراحه الموضوع محتاج حلقات كتير اكتر لان الموضوع فعلا شيق وفي معلومات كتير جدا. تمام. في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور محمد ابو السعود استشاري العلاج الطبيعي والسمنه. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا، دمتم في أمان الله.